بالمربع الأحمر يا رابع، الصف الثالث، واللي بالمربع الأزرق الصف الرابع، لنفس الهواية، لنفس الرياضة اللي بحبوها. إذا اللي بحب كرة السلة للصف الثالث راح أحطه باللون الأحمر، الصف الرابع بالأزرق. شوفوا كيف بمسك مسطرتي، بروح على أول وحدة كرة السلة، بروح على الصف الرابع، الصف الرابع حكينا بالأزرق. كم واحد بحب كرة السلة يا بالصف الرابع؟ حياتهم 4. فبروح بطلع عند الأربعة هون وبحط عمود للصف الرابع لونه بالأزرق، هياته ماشي. طيب هسا اللي بيحبوا كرة السلة في الصف الثالث، في الصف الثالث برضو 4، فبعمل عمود بجانبه، هياته هيك، هاد للصف الثالث ماشي. نكمل كرة القدم، كرة القدم للصف الرابع كم بحبوها وللصف الخامس كم بحبوها؟ للصف الرابع باللون الأزرق بشوف كم واحد بحبها لكرة القدم، هياتهم كرة القدم 8. فبطلع لحد الثمانية هيا هون وبرسم عمود للثمانية، هذول اللي بفضلوا كرة القدم الصف الرابع، الصف الثالث باللون الأحمر كم كرة القدم؟ 4. إذا لهون بدي أعمل العمود، هاي عندي خلصتهم. كرة التنس، كرة التنس عندي هون 2 بفضلوها من الصف الرابع اللي هو في اللون الأزرق، 2 بتوقف عند الاثنين، ها، وفي الصف الثالث كم كرة التنس؟ 3، بدها تكون هون، هاي هيك للصف الثالث اللي بفضله كرة التنس 3، إذا هياتهم هيك، هاي 3. طيب شو ظل عندي؟ السباحة هون للصف الرابع باللون الأزرق عندي 5، بتوقف عند الخمسة، هاي 5 بحبوها الصف الرابع السباحة. الصف الثالث كم كانوا بحبوا السباحة؟ 5 برضو، إذا الاثنين رح يكونوا 5. شوفوا ها، هي رسمتها بأعمدة مزدوجة، الصف الثالث باللون الأحمر والصف الرابع باللون الأزرق، هياتها. فهون يا مس أنا حددت شو اللي عندي. هسا بحكي لك فسر البيانات الممثلة في الشكل الآتي في تحدي 3، واسأل زميلي عن البيانات الممثلة في الشكل. هون أعطاني إيش؟ شكل العنب، العنب بالرمادي والأسود الموز المربعات السود، وأعطاني الصفوف من الأول حتى الخامس. فهون شو يعني فسر البيانات الممثلة؟ هون بتحكي لي أخذ الفاكهة المفضلة لدى مجموعة من الطلاب في من الصفوف الأول حتى الخامس لكل من العنب والموز لنفس الصف، يعني راح الصف الأول سأل مين بحب العنب ومين بحب الموز، فطلع معاه اللي بحبوا العنب هم في الصف الأول 12، اللي بحبوا الموز 10، في الصف الثاني اللي بحب العنب طلعوا 7، واللي بحبوا الموز طلعوا 15، في الصف الثالث طلعوا معاه اللي بحبوا الموز اللي بحبوا الموز 5، واللي بحبوا العنب طلعوا 20، الصف الرابع اللي بحبوا الموز طلعوا يا مس 17، واللي بحبوا العنب طلعوا عددهم بالضبط 8. هون عندي الخامس اللي بيحبوا الموز طلعوا 15، واللي بيحبوا العنب طلعوا يا مس كم بالضبط؟ 10. فهون فسر، إذا هون بنحكي له إنه أخذ بيانات من الصف الأول حتى الصف الخامس للطلبة اللي بفضلوا
فاكهة العنب وفاكهة الموز. أسأل زميلي عن البيانات الممثلة في الشكل. هذا يعني لو إجيت أنا سألتك ما عدد الطلاب الذين يفضلون فاكهة الموز في الصف الثالث، بروح الصف الثالث على العمود الأسود لأنه الموز بشوف بحكي له 5. لو إجيت سألتك أنا يامس ما عدد الطلاب الذين يفضلون فاكهة العنب في الصف الخامس، فبتروح أنت على الصف الخامس وبتشوف كم واحد بحب العنب؟ 10. طيب إجيت حكيت لك بكم يزيد عدد الطلاب الذين يفضلون فاكهة العنب على فاكهة الموز في الصف الأول؟ بروح بحكي فاكهة العنب كم؟ 12، وفاكهة الموز 10. 12 ناقص 10 2، إذا 2 اللي بفضلوا العنب أكثر من الموز. ماشي، هاي كان، هاد مش مطلوب منكو، هاد مش مطلوب منكو. رح أجيب لكو أنا شكل وتجاوب لي على أسئلة، رح أجيب شكل وتجاوب على أسئلة أو إشارة من الإشارات ناقصة وأنت تعبي لي إياها داخل الجدول. هاد كان الدرس الأول، والدرس الثاني من تمثيل البيانات. طلع عندي كيف أمثل باستخدام النقاط، غدا إن شاء الله رح نكمل كيف بستخدم النقاط المجمعة. نفس الإشي بس نقاط، بدل ما أحط خطوط أو أعمدة بحط نقاط، هذا الاختلاف الوحيد. غدا رح أكمل ورح أحكي عن التجربة العشوائية اللي هي آخر درس بالكتاب. يعطيكم العافية رابع، بتحلولي بتحلوا طبعا هذا اللي أنا حليته على الكتاب، وهذا الواجب بدي أشوفه اليوم الكل باعث لي إياه. يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم.